ببوزنيقاي انطلقت أشغال الدورة السابعة للمعرض العقاري سكن إكسبو. الحدث يشكل فرصة سانحة أمام الزوار لاكتشاف آخر العروض والمستجدات المتعلقة بالقطاع العقاري. معرض سكن إكسبو يمكن من التعريف بمختلف خدمات السوق العقارية وتطوير علاقات تعاون مع المنعشين العقاريين. هذه الدورة من المعرض هي دورة صيفية تمكننا من اكتشاف المنتجات والخدمات العقارية الجديدة، وهي أيضا وسيلة لتسهيل الحصول على المعلومة. المعرض سيتواصل إلى غاية 30 من يوليوز الجاري، ويعد منصة تجمع الفاعلين في قطاع العقار على الصعيد الوطني، وتمكن المقاولات من عرض منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها. سكن إكسبو يمثل أداة للتعريف بالإقامات الشاطئية، خصوصا تلك الواقعة بين تمارة والجامعة القروية المنصورية، وكذا تشجيع السياحة المغربية. معرض سكن إكسبو لهذه السنة يتميز بتوسيع نطاقه ليشمل قسما خاصا بالمهنيين والصناعات التقليدية، حيث تمت دعوة أزيد من 95 حرفي مؤهل للمشاركة في قرية الصناعة التقليدية، مما سيمكن الزوار من استكشاف أعمال فنية مبهرة خاصة بالحرف اليدوية والصناعة التقليدية.